أحسن الله إليكم، وهذا يشهد الله جل وعلا ويشهد الحاضرين على أنه يحبك في الله، ويسأل الله جل وعلا أن يغفر لك وأن يوفقك وأن يجزيك عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما تقوم به من دفاع عن العقيدة وعن الشريعة. أولا نسأل الله أن يحبك كما أحببتنا فيه. وأما قولك إني أدافع عن الإسلام، أنا لا لست في هذه الدرجة، أنا أقل من ذلك ومقصر وأستغفر الله، ولكن نرجو الله أن ينصر الإسلام بنصر من عنده، وأن يخذل أعداء الإسلام بعزته وقدرته سبحانه وتعالى.